السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا ديما في احسن الاحوال. اليوم جبت لكم مشروع سكني جديد، وهذه المره ديال السكن الاقتصادي. ولكن قبل ما نبدا الفيديو ديالي، بغيت نرحب بالضيوف الجداد اللي اول مره يشوفوا القناه ديالنا. مرحبا بكم معنا، وما تنساوش ديروا جيم اشتراك وتفعيل الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديالنا. اما المتتبعين الاوفياء للقناه فشكرا لكم للدعم ديالكم المستمر والكلام ديالكم الطيب اللي كيزيد يشجعنا وكيزيد يحمسنا باش نقلبوا اكثر وباش نجيبوا لكم كل ما هو جديد. المشروع اللي جبت لكم اليوم سميته مشروع العاليه البرنوصي، وكاين في سيدي البرنوصي وفي مدينه الدار البيضاء. وهذا المشروع جاي حدا الطريق الوطنية N1، وجاي حدا الوتوروت طريق السيار اللي ما بين الدار البيضاء ومدينة الرباط. وبالنسبة للناس اللي ماشي موتوريزي، يعني اللي ما عندهمش السيارة ديالهم، ان شاء الله ما غاديش تلقاو مشكل، لان هذا المشروع قريب ليه جميع وسائل النقل العمومية، وجاي حدا الخط ديال الترومواي الجديد اللي داروه ديال سيدي البرنوصي 2. وغادي تلقاو حدا جميع المرافق اللي كتحتاجوا ليها. العمارات اللي كاينين في هذا المشروع هذا كيتكونوا من R+4 يعني السفلي، وربعة ديال لي زيطاج، ربعة ديال الطوابق. واول حاجه انا انتبهت لها وعجبتني بزاف في هاد العمارات انهم دايرين الكرياج ديال الحديد في لي بالكون، وهذه حاجه مزيانه، يعني كينقصوا بعدا على الناس اللي غادي يشريو البرطبه هاد القضيه هذه. وثاني حاجه حتى هي اللي عجبتني انهم مدوزين الماء سخون يعني في العماره كامله بالنسبه للحمام والكوزينه، ودايرين حتى في السطح دايرين فيه روبيني ومدوزين ليه الماء سخون، يعني النهار اللي تبغي تصبن الزربيه ولا تصبن الكواش، يعني شي حاجه هكا اللي كبيره في السطح، فكاين الماء سخون موجود. ثالث حاجه عاوتاني ان فيهم لي زاسونسور، المصاعد الكهربائيه، باش الناس اللي ساكنين في الكاتريام ما يكونش عندهم مشكل. ودابا اجي نشوفوا الشقه النموذجيه. وبالنسبه للثمن ديال هاد الشقق فهو 25 مليون. اما بالنسبه للتصبيق اللي كتدفع في الاول فهو كيختلف على حساب الطبقه اللي غادي تشري فيها. السفلي والكاتريام الثمن ديال التصبيق ديالهم 5 مليون، والتروازيام الثمن ديالو 9 مليون، اما البرومير والدوزيام فهو 11 مليون. ولكن بالنسبه للناس ديال التعليم، جوندارم وبزاف ديال الشركات، فما غاديش يخلصوا هاد الاثمنه في التصبيق، عندهم عرض خاص بهم اللي هو بالنسبه للسفلي والكاتريام غادي يخلصوا غير 2.5 مليون. اما الا خداو الشقه ديالهم في التروازيام غادي يخلصوا 4.5 مليون، ولا جاتهم شقه في البرومي او الدوزيام فغادي يخلصوا 5.5 مليون. اما بالنسبه للشركات الاخرين فما عطاولاش الاسماء ديال الشركات نيشان اللي عندهم حتى هما هذا العرض، حتى تمشي عندهم تما المكتب البايع وقول لهم الشركه ديالك وشوف واش داخله في هذا العرض ولا لا. اللي مهتم بالمشروع وعجبوه هاد الشقه كادو وبغى ياخذ شقه في حي البرنوصي، فهو الرقم ديال المسؤولين للمبيعات، تواصلوا معهم وهما اكيد غادي يجاوبكم على جميع التساؤلات ديالكم وجميع الاستفسارات ديالكم. وكيف ما كنقول لكم ديما، سيروا لعين المكان، دخلوا للشقه النموذجيه، دوروا فيها، شوفوها بعويناتكم، قلبوها مزيان، خصوصا الطواليت والحمام الكوزينه، يعني البلايص اللي كيكونوا فيهم الديفوات قلبوهم مزيان، شوفوا الفينيسيون كي دايره، لان التصاور ماشي بحال الواقع. وتاني حاجه كنشوف البلان ديال المشروع، كنشوف ديك البقعه الارضيه واش ما عليها حتى مشكل، ما كاين حتى نزاعات حتى خلافات على ديك البقعه الارضيه اللي تبنى عليها المشروع، باش كنتاكد ان كل شيء قانوني وكل شيء غادي هو هذاك. والحاجه الاخرى عاوتاني اللي مهمه كما كنقول لكم ديما، ما تسنيو حتى على عقد حتى ديو معكم خبير قانوني باش يشرح لكم مزيان داك العقد شنو مكتوب فيه، ويفهمكم البنود ديالو ويفهمكم المضمون ديالو مزيان عاد كنسني. وما تستخسروش الثمن ديال الخبير القانوني، 500 درهم او 600 درهم ماشي خساره، مقابل انت تحط الملايين تحط رزقك تما، فما فيها باس الانسان ياخذ الاحتياطات ديالو كامله باش يطمئن اكثر. واخر حاجه ديما تقسيط او لاي مبلغ غادي تحطو ديما حطو عن طريق لابونك او مؤسسه اللي كتعطيك الدليل بانك خلصتي داك المبلغ. حنا كنحاولوا نتفاداو جميع المشاكل اللي بنادم يقدر يطيح فيها في المستقبل، وكناخذوا الخبره من التجارب ديال الناس الاخرين اللي شراو قبل منا. تهلاو ليا في راسكم بزاف بزاف، وفي انتظار نتلاقاو في فيديو جديد وفي مدينه جديده. كنقول لكم سلام عليكم.